ترجم في الجاري اعلاما يعني اليوم صادرا عن اعوان مركز الامن بسيدي البشير بالعاصمه، افادوا انه تم اختارهم من طرف اداره مستشفى الحبيب ثامر بوفاه شخص تم قبوله منذ يوم 14 جانفي. ايضا اليوم المعلومات تقول انه التحريات الاوليه بينت انه احدى سيارات الحمايه المدنيه نقلت بتاريخ 14 جانفي شخصا عثر عليه بحاله اغماء قرب قصر المؤتمرات الى مستشفى الحبيب ثامر. ومن خلال المعاينه المجرات من طرف ممثل النيابه العموميه تبين انه المتوفي لم يكن يحمل اي اثار عنف ظاهره، وقد تم فتح بحث في الغرض واذن بعرض جثه الهالك على قسم الطب الشرعي. اليوم حركه النهضه في هذا الاطار تحمل رئيس الجمهوريه قيس سعيد مسؤوليه قتل رضا بوزين. علاش وكيفاش وشنو هي التفاصيل؟ يحضر معنا في المباشره نطق رسمي باسم حركه النهضه سيد عماد الخميري. مساء النور ومرحبا بك سي عماد. اهلا وسهلا بك ومرحبا بكل المستمعين. شكرا لك. مرحبا. الله يرحمه سي رضا بوزين اللي توفى اليوم، هو منخرط في حركه النهضه، شنو التفاصيل اللي عندكم؟ علاش اليوم حملتوا رئاسه الجمهوريه المسؤوليه وطلبتم ايضا باقاله وزير الداخليه؟ وسع رحم الله رضا بوزين وربي يصبر اهله ويصبر عائلته الموسعه وعائلته الكبيره. رضا بوزين بدءا هو ماهوش شاب، هو كهل وصاحب عائله وعنده ابناء. ورضا بوزين هو من مناضلي حركه النهضه، ونزل كيف وكيف الالاف اللي نزلوا يوم 14 جانفي للاحتفاء بذكرى الثوره التونسيه وللمطالبه باسترداد الديمقراطيه ورفض الانقلاب اللي حصل في تونس منذ 25 جويليه، رفض كل الاجراءات اللي صارت في 25 جويليه 22 سبتمبر وعدها انقلاب. هؤلاء الالاف اللي نزلوا في 14 جانفي يعرف العالم الكل كيف وجهت تحركاتهم السلميه ومظاهراتهم السلميه. هذه التحركات ما كانتش كانت من كل الاطراف السياسيه المناهضه للانقلاب والتي ارادت ان تحتفل بذكرى الثوره. وكما قلت راى العالم الكل كيفاش كان ثم افراط في القوه وثم عنف في التعاطي مع المظاهرين السلميين، وصور موثقه والفيديوهات موثقه. وعائله رضا بوزيان منذ يوم الجمعه الفارط 14 جانفي 2022 وهي تبحث على رضا بوزيان في الاقسام نتاع الشرطه وكذلك في الاقسام نتاع المستشفيات، وما وقعتش اجابتهم حول وجود رضا بوزيان. ما كانوش يعرفوا اللي هو من 14 جانفي في السبيطار؟ لا لا، ما كانش عندهم حتى فكره. زوجته معناها كانت تبحث عليه وهي والعائله في كل الاقسام نتاع الشرطه وكذلك في كل المستشفيات، هو واصدقائه اللي جاوا معاه يوم 14 جانفي وشاركوا في التظاهره. معناها بعد بدايه التحرك بطبيعه الحال رضا بوزيان وقع مثله مثل العديد من العشرات من المظاهرين اللي تم التعاطي معهم بقوه في داخل التحرك، وافتقد منهم الكثير، وقعدوا المحامين والمناصرين للحريه والحقوق معناها يتبعوا في الموضوع في الاقسام نتاع الشرطه وفي اقسام الايقاف. والعائله نتاع بوزيان ما لقات حتى اثر عليه الا اليوم من خلال طلبهم باش يجيو يشوفوا معناها الجثه نتاعو في قسم التشريح في مستشفى شار نيكول. نحن على كل في حركه النهضه نعتبر اللي السياسات اللي قاعده تتبع فيها سلطه الانقلاب والتحريض على السياسيين والتحريض على الاحزاب والتحريض على المتظاهرين السلميين ونعتهم بابشع النعوت. هذه السياسات بطبيعه الحال باش ينجر عليها مثل ما ينجر عليها اليوم من اعتداءات عنيفه وجرائم ربما تصل جرائم قتل ونتاج لهذا العنف اللي يتمارس على المظاهرين. نعتبروا كذلك انه نطالبوا بفتح تحقيق قضائي جدي في كل النيابه العموميه تحركت اليوم في الموضوع هذا وتم طبعاً فتح تحقيق. طبعا لابد من تحقيق قضائي جدي باش يحيط التوانسه ويحيط الراي العام بالظروف والملابسات اللي ادت الى وفاه الشهيد رضا بوزيان. واحنا نحمل المسؤوليه مباشره للمكلف بتسيير وزاره الداخليه، نعتبروه معناها قاعد يقحم في الشرطه ويقحم في المؤسسه الامنيه
في غير الوظائف نتاعها الجمهوريه يقحم فيها في الخلافات السياسيه وفي التجاذبات السياسيه، وقاعد معناها يدفع في المؤسسه الامنيه باش تقوم بادوار غير الادوار المنوطه بعهدتها بالدستور وفق المرجعيه نتاع القانون. وكذلك نحن من هذا المنبر ايضا ندعو معناها القوى المؤمنه بالحريات والقوى المؤمنه بالحقوق باش تقف صف واحد ضد كل اشكال عوده الاله نتاع القمع والاله نتاع الاستبداد، لانه هذا باش تكون عندها اثار خطيره على البلاد واثار خطيره معناها على السلم والاستقرار في البلاد. علاش وصفتوه بانه مكلف مش انه وزير؟ هو وزير للداخليه. لا ما عندوش شرعيه، لا ما عندوش شرعيه، سامحني ما عنده حتى شرعيه منذ الخروج على الدستور والتاويلات الخارجه على الدستور، سواء بالامر 117 ب 22 سبتمبر. هذه حكومه ما نالتش ثقتها من البرلمان، ما عندها حتى مرجعيه قانونيه، وبالتالي هي حكومه امر واقع، وهي مكلفة في كل المجالات نتاعها بحكم الأمر الواقع على أكثر ولا أقل، وما عندها حتى ليجيتيميتي وما عندها حتى شرعية معناها لا دستورية ولا قانونية. ورئيس الجمهورية شنو مسؤوليته في هذا الموضوع؟ مسؤولية وقت تبدأ ثم مواصلة في سياسة اللي فيها غلق منافذ الحوار مع كل القوى الوطنية المناهضة للاجراءات نتاع 22 سبتمبر والمناهضه للاجراءات نتاع 25 سبتمبر، الاستمرار في نعت الطبقه السياسيه، كل الطبقه السياسيه بابشع النعوت، الاستمرار في تغذيه خطاب يقسم التونسيين ما يجمعش التوانسه، الاستمرار في الـ كذلك معناها نعت الناس اللي يحبوا يظهروا في الشوارع بانهم معناها في وقت من الاوقات معناها ناس مخمورين، وفي وقت من الاوقات ناس معناها خارجين معناها على القانون. كل هذا بطبيعه الحال يحمل السلطه مسؤوليه ما يمكن ان يكون ينجر من انحراف، وهالانحراف رناه يوم الجمعه الفارط، رناه في الشارع، وراته وسائل الاعلام وتابعوه وسائل الاعلام. هذا الانحراف على فكره ما مسش فقط المواطنين معناها كما نقولوا السلميين، ومس فقط المواطنين العزل اللي كانوا يظهروا ويعبروا على حق اصيل في الاحتفال بذكرى الثوره نتاعهم 14 جانفي، ومس ايضا الاعلاميين والصحفيين، مس معناها الشخصيات اعتباريه، شخصيات معناها سياسيه، وهذا كله موثق بالصور والفيديوهات، وهذا كله الحقيقه ما يشرفش لبلادنا وما يشرفش تونس وما يشرفش ثورتها، ويعبر على تراجع رهيب ويعبر على عوده الى عهود خلنا ان البلاد معناها معناها تجاوزتها منذ 2011. رفعت القضيه معناتها اليوم في هذا الاطار السيد عماد الخميري. احنا متمسكين بحقنا، وكل ما يمكن انه يكون تجاوز، وكل ما يتجاوز القانون ويتجاوز المرجعيه القانونيه وربما تمتد يده على التوانسه ظلما ويمارس خيارات ما عطاهالوش القانون وما عطاهالوش الدستور، بطبيعه الحال سيكون محل متابعه قانونيه ومحل متابعه جزائيه. شكرا جزيلا ناطق الرسمي باسم حركه النهضه سيد عماد الخميري، شكرا لك على هذه الايضاحات. احنا نواصل معكم اللقاء، مرحبا.